اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاجبر خاطرنا بفضل أيامه المباركة جبرا يليق بعظمتك. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا أكرم الأكرمين. أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة وقلوبنا الضعيفة تملأها الأمنيات. فاجبر خواطرنا بما نتمنى، وأرح نفوسنا بما أنت به أعلم، وعجل لنا بالفرحة التي تتمناها قلوبنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.